مشاهدينا اهلا بكم، لقاء جديد في مؤشر النيل نتناول فيه بالارقام والتحليل وضعيه البورصه المصريه التي ارتفعت مؤشراتها لدى اغلاق تعاملات الاربعاء. حيث صعد مؤشر البورصه الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبه 22% مسجلا 10712 من المئه نقطه. كما ارتفع مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بنسبه 1.81% مسجلا 1855.29 من المئه نقطه. كذلك صعد مؤشر اي جي اكس بي الاوسع نطاقا بنسبه 2.2% مسجلا 2795 نقطه. على صعيد القطاعات النشطه في السوق، جاء قطاع العقارات في مقدمه القطاعات الاكثر نشاطا في السوق بنسبه 18.63%. جاء في المرتبه الثانيه قطاع منسوجات وسلع معمره بنسبه 17.49%. أما قطاع بنوك فقد جاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات النشطة بنسبة 11.56%. للمزيد من التحليل والتوضيح بيشرفنا في استوديو النيل الأستاذ أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي. اهلا بيك استاذ ايمن. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. مشرفنا النهارده. اهلا وسهلا. النهارده عندنا ارتفاعات بعد ايام من الخسائر المتواليه على اثر التدخل الحكومي بشكل جيد لدفع السوق والحفاظ عليها. عايزين نبتدي من الانخفاض ونسير الى الارتفاع، نعرف ليه الانخفاض حدث بهذا الشكل المخيف في الايام السابقه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا احنا بقى لنا حوالي اكثر من شهر في عمليات تراجعات مستمرة على كلا المؤشرين، حتى أن آخر 19 جلسة في يوم 16 جلسة أو 15 جلسة كانوا هبوط وثلاث جلسات فقط صعود. 19 جلسة هبوط؟ فقدنا من بداية الهبوط بتاعنا أكثر من 100 مليار جنيه من رأس المال السوق للشركات المقيدة، منهم 37 مليار في آخر ثلاث جلسات حتى أمس. فطبعا التراجعات دي ليس لها أسباب منطقية من واقع أو من بيانات الاقتصاد المحلي أو العالمي أو مفيش أي مشاكل اقتصادية أو سياسية تنم عن أن يكون في مشكلة في سوق المال. يبقى المشكلة في سوق المال نفسه. تمام؟ احنا عندنا المؤشرين في تغير شوية ما بين سلوك المؤشرين. في الآلية بتاعت السوق نفسه. في آلية السوق. مش في المتعاملين. بالظبط. بالظبط. فما كانش في حاجة مقلقة جيوسياسية أو اقتصادية على الصعيد المعالمي. احنا كنا بنشوف المؤشرات العالمية كانت بترتفع، المؤشرات الخليجية والعربية كانت بترتفع، بورصات العالم في حالة واحنا كنا بنتراجع. بالظبط. فالمؤشر السعودي الأسبوع اللي فات كان عامل قمة جديدة، الداو جونز الأمريكي بيعمل قمم تاريخية جديدة على مدار الشهر اللي فات كله وعدى 33 ألف نقطة، وبالتالي احنا مفيش مشكلة خارجية. يبقى المشكلة هنا في السوق. السوق في عدة مشاكل بتنصب كلها في المارجن، بتنتهي المارجن مش هو السبب، ولكن هي أدت إلى المارجن، فكان المارجن هو القشة التي قسمت ظهر البعير. يعني التراجعات دي على الفترة اللي فاتت هي اللي عملت مشكلة في المارجن، وبالتالي بالزبط. هو المارجن ما بيتسيلش إلا لما يكون في تراجعات. لو ما فيش تراجعات مستمرة المارجن هو موجود في السوق. تمام. المارجن ده حضرتك بيكون بنسبة 100% من المحفظة بتاعتك اللي هي بتمثل 50% من اجمالي المحفظه. يعني انا لو معايا 100,000 جنيه في المحفظه باخد عليهم مارجن 100,000 جنيه بنسبه 100% اللي هي 50% من اجمالي المحفظه، تصل ل 70% في حاله التراجعات. لو زادت عن 70% من حق الشركه وفي العقد بتاعها مع العميل ان هي ممكن تبيع له، لو ما قالهاش تبيع ايه هتبيع له هي او تلاكود الاسهم بتاعته او تسيل الاسهم بتاعته بنسبه علشان تظبط نسبه المارجن بالنسبه لقيمه المحفظه الجديد بعد الانخفاض. هو ده اللي حصل. في بقى عندنا مجموعات مرتبطة هي المسيطرة على الأسهم بتاعة المؤشر السبعيني، وبالتالي لقينا الهوة اللي حصلت أو السقوط الحر اللي كان في السبعيني أكتر من المؤشر التلاتيني أو الرئيسي. بمعنى أن طبعا دولة الناس اللي هم أصحاب الملاءة المالية الكبيرة، وفي مجموعات مرتبطة في كل الأسواق ما فيش مشكلة والقانون بيسمح بذلك، ولكن المارجن بتاعهم بيكون عشرات الملايين. فلما بيجي تسأل المارجن تبص تلاقي السهم اتباع مثلا منه 90 مليون سهم في جلسة، 100 مليون سهم في جلسة. المستثمر الصغير بيعمل ايه؟ بيتفرب. يعني السهم بتاعه بينزل 10% وممكن 20% في يوم واحد، ففي اسهم نزلت 70% في خلال اسبوع. تمام. والبيع بيجيب بيع. ليه؟ لانه كل ما يحصل بيع ويحصل انخفاض المارجن النسبه بتاعته بتعلى، فبيضطروا يبيعوا تاني. تمام. فبنقول ان في اسباب بقى للبيوع ديت. نروح بقى في اسباب البيع قبل ما هرجع للمارجن مره ثانيه. تمام.
ايه اسباب البيع المكثف؟ اول حاجه ان في عندنا اسهم مضاربات كانت انتفخت وارتفعت بنسب كبيره جدا تعدت ال 500 و 600%، وبرضه القانون بيسمح بذلك، ولكن التمويل بتاعها كان تمويل من اموال ساخنه اللي هو المارجن. اوكي؟ وبالتالي كان عندنا يعني احنا قعدنا شهور كان قيم التداولات بتتخطى او بتكون اراوند ال 2 مليار جنيه في اليوم. تمام؟ فلما نشيل نص السيوله دي ويتبقى نصها لما المارجن يحصل له تسييل ونشتغل بالفلوس بتاعتنا، هنلاقي الفلوس بتاعتنا الكميات بتاعته قليله، مفيش مع الخساره وتقليل الاسعار بتاعه الاسهم، وبالتالي هو ده اللي خلانا وصلنا لقيم تداول وصلت في بعض الجلسات ل 700 مليون و 600 مليون بعد 2 مليار و 2 مليار واكثر. تمام؟ فبرضو احنا في بهذا الصدد عايزين اليه جيده، وهي برضو الصندوق اللي هنتكلم عنه دلوقتي برضو من ضمن الاليات، ولكن عايزين اليه لتمويل المارجن تمنع تسهيل المارجن وقت وقوع اي بنك لما يكون في تراجعات، يبقى في حل تاني ان احنا نبيع الاسهم بتاعتنا. طب هو السوق كان مر بمرحله البورصه كانت اتعاملت على قواعد جديده وقواعد للشفافيه، ما تمش تدرج ده ليه فيها؟ ما هو المفروض ان يكون في نسب المارجن ديت، المفروض ان هي يكون في اليه ان هي مثلا تتحول لقروض يتسدد على اقساط بفوائد، مفيش مشكله، ما هو المارجن بفوائد اصلا. تمام؟ انما الشركات السمسره او شركات الوساطه الملاءه الماليه بتاعتها محدوده. فاول لما بيحصل اي بنك بتجري على طول تلاكود وتسيل علشان الملاءه الماليه بتاعتها بيبقى في تفتيش عليها وما تقلش. تمام؟ فهي دي المشكله، انما لو في اليه لتمويل المارجن بطريقه اخرى تمام يمكن يعني يمتد الاوقات طويله ما يضطرش الناس للبيع. ازاي ممكن البنوك البنوك في اطار الشمول المالي ممكن البنك الحفظ نفسه اللي هو بيكون فيه الحفظ بتاع العميل اللي بيتعامل مع الشركه يكون فيه ممكن تحويل هذا المارجن لنسبه المارجن بتاعته زي شركات التخصيم كده، بس دي بآلية تانية يحوله لقروض ويبتدي ان هو مثلا يجدولها على سنه على 6 شهور او كده. اللي بيها البيع بيجيب بيع فلازم يكون في آلية ان احنا نحتفظ باسهمنا في اطار تراجع السوق او حدوث اي بنك. طيب من الحاجات اللي تشاور عليها في موضوع تراجع السوق ومن العوامل يعني بيع الاجانب المكثف. تمام. بيع الاجانب ليه يعني اكتر من سبب. السبب الاولاني ان طبعا الاسواق الخارجيه والاسواق المنافسه حتى الناشئه صاعده بطريقه كبيره جدا وفيها اسهم عملاقه، بيحس الاجنبي بالامان لما بيتعامل عليها، بيتخرج ويروح البورصه بتاعته اللي هي صاعده وبتحقق كل يوم هيات جديده. الاسهم اللي موجوده في البورصه الامريكيه في الول ستريت النهارده في اسهم السنه اللي فاتت عملت 500 و600 و700%، في اسهم قفزت قفزات كبيره جباره. تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هم بيخشوا ببعض السيوله بتاعتهم في السندات الدولاريه، السندات الامريكيه والسندات بتاعتنا برضو، السندات بتاعتنا جاذبه لارتفاع معدل الفائده بتاعها، والسندات الامريكيه برضو ارتفعت معدل الفائده، بس ما فيش مقارنه ما بين معدل الفائده عندهم وعندنا، ولكن بيعتبر نسبيا ارتفع، فبيلجا لملاذ امن ان هو ما يتعرضش لاي خساره. الحاجه الثالثه والمهمه جدا اللي احنا المفروض ان احنا نشتغل عليها ان الاجنبي بيخش في السوق الناشئ بقدر وزن السوق في ام اس سي اي او مؤشر مورجان ستانلي الاسواق الناشئه. احنا دلوقتي تخرج من عندنا اسهم كتير من المؤشر ده لدرجه ان احنا دلوقتي الوزن النسبي بتاعنا بقى 1/10%. فاحنا عايزين شركات عملاقه وشركات كبيره ذات وزن كبير ذات رؤوس اموال كبيره تخش تسري السوق بتاعنا وتسري القطاعات وفي نفس الوقت تعلي من، لان احنا ممكن نطلع من المؤشر دوت لو قلنا عن كده. احنا عندنا في مؤشرين في سوقين جداد دخلوا المؤشر، السوق السعودي والسوق الكويتي. السوق الكويتي 0.5% يعني قدنا 5 مرات، السوق السعودي 2.6% من غير ارامكو، يعني يوصل لحوالي 3% مثلا بارامكو. فاحنا لازم نشتغل على ده. نشتغل على ده يعني نعمل ايه؟ نسوق لطروحات كبيره حكوميه او غير حكوميه. طب ما احنا كنا بنتكلم على الطروحات بقى لنا 3 سنين، ما هي ما اتعملتش، ما
ما دي من ضمن المحفزات اللي السوق متعطش ليها. هو كمان الطروحات دي مستنيه الوقت المناسب من وجهه نظرها علشان ما تبقاش خسائر مجدده بشكل اكبر. دي الوقت المناسب اكتر من مره. وطرح سهم ما شاء الله دلوقتي يعني عامل 500% وكان ناجح جدا. تمام، يعني في 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 طروحات حصلت وكانت ناجحه جدا ولغايه الان بقاله اكتر من سنه ما جابش سعر الطرح بتاعه لغايه دلوقتي كله اعلى. فجي اكتر يعني احنا عدنا شهور التداولات بتاعتنا بتدور حول ال 2 مليار. طب ما ده حاجه كويسه، ما بتتحركش اكتر. طب ما دي حاجه كويسه. ممكن نعمل الطروحات وممكن الطروحات تجيب سيوله، الطروحات نفسها تجذب شرائح جديده من المتعاملين. هي المشكله ان كان في طروحات مخيبه للامال في فتره من الفترات، ففكره الطروحات كانت دايما مؤجله. ليه مؤجله؟ ونتساءل احنا عايزين الطروحات، الوقت غير مناسب من وجهه دي برضه نقطه من النقط بتاعه التخرج الى جانب، لان احنا السوق بتاعنا يفتقر الى الاستثمار. بمعنى ايه؟ ان احنا النهارده الاسهم العملاقه الكبيره بتاعتنا بالنسبه لينا بالنسبه لسوقنا واسهم حكوميه زي مثلا المصريه للاتصالات الانتاج الاعلامي وما الى ذلك، النهارده لما يكون السهم من 15 سنه مدرج او مقيد او سعر الطرح بتاعه حوالي 14 جنيه وبعد 15 سنه يكون ب 10 جنيه 10 جنيه وربع. تمام، فهنا الاستثمار فين بقى؟ ما الاجنبي بيبص على ده. انا لو حطيت المفروض البورصه استثمار، اولا بيبقى فيها مضاربات بيبقى فيها قصير الاجل انما هي اساسا استثمار. بمعنى ان حضرتك لو خدت اسهم النهارده ب 100,000 جنيه المفروض تيجي بعد سنه او سنتين تلاقي الاسهم بتاعتك دي بقت 130,000 140,000 في استثمار. استثمار انما الاستثمار عندنا مفتقر شويه، يمكن هو عندنا بس البنك التجاري الدولي بس اللي لو بصينا للماضي هنلاقي ان هو محقق مكاسب لغايه دلوقتي، بيحقق ارباح وبيوزع توزيعات نقديه بيوزع توزيعات مجانيه وما الى ذلك وسعره بيعلى هو بس. انما احنا عايزين، ولذلك احنا عايزين لما يكون في طروحات نبص كويس قوي 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 على سعر الطرح. لازم سعر الطرح المفروض انه ما يكونش بسعر القيمه العادله بتاعت النهارده، لان السوق بتاعنا لا يعمل بالقيمه العادله حاليا، بيعمل باقل منها بكتير من فتره طويله وهو لا يعمل بهذه القيمه العادله. فالنهارده لما بتلاقي السهم نزل بالقيمه العادله بتاعته بيعتبر كبير، بيعتبر سعره عالي، فبينزل بيفقد نسبه كبيره زي باقي السوق. فلازم يكون في محفز. لو السهم مثلا القيمه العادله بتاعته 6 جنيه يطرح باقل 20% مثلا. طب عشان استثمر الوقت المتبقي استجذاب الاموال الساخنه ازاي في المرحله دي واحنا محتاجينها بهذا الشكل؟ محفزات اول حاجه. اول حاجه الطروحات. نمره 2 لازم يكون في في الطروحات في حوافز. بمعنى الشركه اللي تطرح هتطرح ليه؟ هيجيب لنفسه دوشه الدماغ وكل يوم شويه ملاءه ماليه وكل شويه اخبار وكل شويه افصاحات ليه؟ لازم يكون في مقابل. تمام؟ فلازم يكون في محفزات، محفزات ضريبيه، محفزات في التكلفه بتاعه التداولات، يعني يكون الناس بتتداول عشان تساعدهم على ان هم يتداولوا في اليوم، يعمل في اليوم بدل ما يعمل مثلا تريده مثلا او يعمل صفقه او اتنين يعمل 5 و6 و7. ليه؟ لان النهارده علشان برضو هو تم تخفيض الضريبه ولكن لسه برضو التكلفه برضو ما زالت عاليه. انما النهارده لو التكلفه منخفضه انا ممكن النهارده اعمل كذا عمليه في يوم واحد. النهارده احنا عندنا حوالي 32,000 عمليه صفقه في سوق مصر اللي فيه 104 مليون، اللي فيها 104 مليون قليل جدا. يعني معنى ذلك ان احنا بنبص نلاقي الناشطين في السوق لا يتجاوزوا ال 50,000. ال 50,000 سنه 2006 و2007 و2008 كانوا بيتجاوزوا المليون. رقم مخيب للامال الحقيقه يعني بشكل او باخر. الفتره اللي فاتت دي كان فيها كلام كده ما تعرفوش مصدر الحقيقه بس لازم نطرحه برضه عشان نبين للناس الحقيقه فين. هو عن فكره وجود تعويم تاني للجنيه قدام الدولار. لا ما اعتقدش ان ده هيحصل. لان مفيش اسباب تدعو لذلك. تعويم ليه؟ هو دلوقتي مفيش اي خلفيه اقتصاديه في الكلام ده على فكره. ده كلام، ده كلام العوام وكلام السوشيال ميديا وما شابه. لا 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 مفيش ما يدعو لذلك. اولا بالنسبه للتصدير والاستيراد احنا عندنا دلوقتي العالم كله في اطار جائحه كورونا، فالعمليه شويه خفيفه بالنسبه للتصدير والاستيراد. احنا بنحاول ان احنا ننمي من نسب التصدير بتاعتنا والحمد لله هي افضل، والاستيراد بتاعنا برضو قل. تحويلات المصريين في الخارج عن 2020 اللي هي عامل جائحه زاد حوالي 19% 29.7 مليار جنيه مقابل 26 مليار في 2016. عندنا الاحتياطي النقدي كويس بيتخطى ال 40 مليار. فما اعتقدش ان احنا في حاجه اصلا ماسه ان احنا نعوم دلوقتي اطلاقا. ملوش اساس من الاقتصاد في هذه المرحله باي حال من الاحوال. اعتقد زي وضعيه السوق بكره
من وجهة نظر حضرتك ايه بعد قرار الخاص بعمليه انعاش السوق او انجاز لينا ان احنا عايزين نقول للناس ان هي ما تخافش من اللي حصل في نهايه الجلسه النهارده. شيء طبيعي، الناس ابتدت، الناس مستحوذه على اسهم موجود مع اسهم باسعار متدنيه جدا في قيعان، ولسه حاله عدم اليقين لسه مسيطره على بعض المستثمرين، وبالتالي لازم مع كل صعده او مع كل ارتفاع لازم نلاقي جني ارباح، بس جني الارباح ده هيكون على اسهم واسهم لا، هيكون في تبادل ادوار بين الاسهم وبعدها هيكون في تباين. فما تخافش من جني الارباح، حاول ان انت تقلل او تتريس في موضوع الزيرو، لان السوق برضو لسه مش مضمون اللي هو الشراء والبيع في نفس الجلسه. الحاجه الثانيه والثالثه ان لازم يكون اولا تبتعد تماما عن المارجن، وشفنا المارجن حصل فيه ايه، حصل منه ايه، ولازم يكون في سيوله في محفظتك، لان انت تاجر، انت بتتاجر في اوراق ماليه وبتعمل متجرات، وبالتالي لازم يكون معاك المنتج اللي بتتاجر فيه اللي هي الاسهم، لازم يكون معاك فلوس وسيوله ماليه علشان تقدر تشتري في اي وقت يحصل فيه بنك. لما انت تشتري وانا اشتري وانا وده يشتري وده يشتري في سيوله معانا كلنا، هيحصل تعادل لاي حد هيبيع. تمام، فانا متوقع ان شاء الله ان يكون في صعده كبيره للسوق باذن الله، بس هي مش كبيره قوي، ممكن لغايه 10800 11200 وبين نرجع شويه عشان نغربل البائع اللي خد الاسهم من تحت، وبس هنعمل قاعة طبعا أعلى من القاعة إن شاء الله اللي حصل اللي هو 10300، ونبتدي نرتد تاني لل 11600 وما بعدها. ده اللي احنا بنتمنى. أستاذ أيمن فودة، خبير أسواق المال ورئيس لجنة أسواق المال بمجلس الاقتصاد الأفريقي، شرفتنا بوجودك النهاردة. أهلا سلمح، شكرا لك. عفوا. مشاهدينا غدا إن شاء الله قبل هذا الموعد بنصف ساعة تقريبا لقاء جديد ومؤشر النيل وتحليل جديد لعالم المال والأعمال والبورصة المصرية والعالمية. شكرا لكم.